ليك رأي في موضوع الدعم ده؟ يعني يمكن يعني قرأت لحضرتك تصريح حول قصة الدعم، وإن حضرتك قلت إن الدعم ده يعني يجب رفعه تدريجيا. لا ما ممكن حضرتك توضح لا لنا بس لا التصريح؟ مش بالقسوة دي، لا يجب رفعه لا، لكن يجب توجيه الدعم لمستحق الدعم. احنا النهارده لما قلنا ان رقم الدعم الكبير ده مش بس رقم الدعم في البترول، رقم الدعم في الكهرباء، رقم الدعم في المواد التموينيه، تمام. ارقام الدعم، احنا لقينا انه اللي بيستفيد من رقم دعم البترول 20% من شرائح المجتمع بتستهلك 80% من الطاقه البتروليه، بما يعني حصول شريحه 20% على 80% من الدعم، على 80%. لان الدعم متوزع على السلعه ما تمام. هوش متوزع على المواطنين، ونجد انه 80% اللي هي الغالبيه العظمى من الشعب يحصل على 20% فقط من الدعم. ده لا يعبر عن عداله اجتماعيه طبعا في توزيع الدعم على مستحق الدعم. مين ال 20%؟ هي الطبقات الفوق متوسطه والغنيه والثريه، هم دول اللي بيحصلوا على الدعم. بيحصلوا على 80% من الدعم، لان هم دول اللي عندهم اصحاب مصانع، اصحاب مشروعات، اصحاب قرى سياحيه، ناس فعلا مقتدره ملوش علاقه وميسوره الحياه، بالعداله اللي الاجتماعيه بتعيش خالص. في كومباوند، حاجات زي كده، ربنا ييسر لهم احوالهم، ما فيش مشكله، احنا يعني ما بنتكلمش في هذا، بس ما يصحش ان هم يحصلوا، لان هم كشريحه 20% ما يصحش يحصلوا على 80% من رقم الدعم. طيب. وفي نفس الوقت المواطن البسيط والفقير ما ينفعش ان هو خدماته المجتمعيه تبقى متدنيه، ما بين طرق، وسائل نقل، مترو، واسمه قطارات، في دعم، صحه، واتكلم اقول وحاجات زي في كده، دعم لان الرقم اللي وصل له رقم بسيط. بالظبط. طيب ده تشوه حصل من ايه؟ حصل من ان احنا بموروث تاريخي بقينا بندعم السلع، ما بندعمش المواطن المستحق للدعم. والسلع يشتريها الغني والفقير، ومن لديه قدره اكبر على الشراء يحصل على هيشتري اكتر اكتر، يحصل على قدر اكبر من من الدعم، الدعم. بما يعني عدم انتظام ويعني اذا الدعم كان متوزع على السلع مش على المواطن، فده تسبب دي طريقه في خاطئه، تشوه دي طريقه خاطئه للمنظومه، منظومه الدعم بشكل بالظبط. لما عام. بنيجي نتكلم على برامج اصلاح اقتصادي، تمام، مش فقط بغرض تقديمها لصندوق النقد الدولي او الحصول على قروض، ولكن بغرض تحقيق اصلاح اقتصادي فعلا ومجتمعي داخل البلد. لما بنيجي نتكلم على منظومه اصلاح الاقتصادي، اول حاجه بيقول لك فين العداله الاجتماعيه، انت ازاي يعني ايه سبب مثلا الضرائب التصاعديه في معظم بلدان العالم؟ ان انت كل ما بتكسب اكتر كل ما بتدفع، كل ما رقم الضريبه بيزيد عليك. ليه؟ لان انت مش عشان خاطر احنا بنستغلك، لا، لان الضريبه ديت اللي انت بتدفعها نتيجه المكسب اللي انت خدها حصلت خدمه عليه من الناس دي. بالظبط. من الناس دي وبتاخد خدمه بقى، الناس انت دي بتعيش هي في اللي مستوى معيشي بتستهلك افضل. الانتاج بتاع مصنعك، الناس دي هي اللي بتروح تقعد في الحته الفلانيه اللي هي ملكك، وهكذا. فانت بتستثمر، ومن استثمارك بترجع لك عائدات من الناس اللي موجوده جوه هذا المجتمع، وبالتالي يجب عليك ان تساهم تضامنيا ومجتمعيا معاهم في رفع الاعباء عن الطبقات اللي هي ما دون المتوسطه والفقيره والطبقات المعدمه او اللي تحت خط الفقر. تمام. فنجد من هنا انه زي ما بنقول كان جزء من دراسه الاصلاح الاقتصادي الطاقة. طيب. ازاي الطاقة بتتوزع؟ كيف يصل الدعم إلى مستحقيه؟ وبدينا نشوف تجارب الدول المثيلة. بدينا هذا الاكسرسايز في 2012 بغرض إن احنا كنا محتاجين وقتها نقدمه لصندوق النقد علشان خاطر نحصل على لكن هو في الأصل لإصلاح البلد اقتصاديًا ومجتمعيًا زي ما قلنا. تمام. فقلنا طيب إيه الدول المماثلة عملت إيه؟ البرازيل وإيران وماليزيا وكل الدول. لقينا إن هم بيتكلموا في دعم الطاقة انه يبتدي يعمل اجراءات على مدى زمني ما بين 3 إلى 5 سنوات، تمام، يتخلص بيها من الدعم تدريجيا الموجه للاغنياء. بالتدريج كلام برضه. كلام واضح اهو، الموجه يتخلص للاغنياء. بها طيب. من بس الدعم عشان نوضح الموجه بس للاغنياء، التصريح. ويبقي على الدعم فقط دعم الشخص الفقير المستحق للدعم. ايه الاليه اللي بيتبعها؟ اول حاجه هو عايز يعمل قاعده بيانات. قاعده بيانات طبعا. طيب قاعده البيانات دي هل ممكن يبقى عندنا قاعده بيانات مكتمله النهارده لكل مستخدمي الوقود؟ الاجابه القاطعه لا. طب قاعده البيانات مكتمله بنسبه قد ايه؟ 60-70%. طيب لو حبينا نكمل، لو حبينا نبتدي برنامج الاصلاح الاقتصادي مبنيا على قاعده بيانات سليمه، هنستنى 300 سنه، لان عمر قاعده البيانات ما هتبقى سليمه، كل يوم بتتغير. إذن ويمكن لاحظنا في التقرير من شويه واحد بيقول لك ايه، طب انا موتوسيكل معيش نمر، هاخد بنزين ازاي؟ في حاجه اسمها موتوسيكل ما معهوش نمر؟ في، لا في الشارع، في ده، دي مخالفه، دي مخالفه بس في غير طبيعيه. ان واحد يبقى ماشي بمركبه وممكن يعمل بيها حادثه او يخطف بيها شنطه
او يضرب واحد بالنار وهو مش مركب نمر، ده ما انت اصلا ماشي مخالف للقانون. فكيف بس هو شايف ان ده عادي يعني، انا معيش نمر، ده هو بيقول ده عادي انا معيش نتيجه نمر. السيوله الامنيه اللي حصلت شويه بعد 25 يناير لكن ده عمره ما كان عادي. طب في واحد تاني قال برضو بقى يا فندم، عشان برضو ما ننساش تعليق على تقريرنا، في واحد تاني كان بيقول طب في ناس ما بتقدرش ترخص، انا ماشي من غير دي رخص. دي مصيبه تانية، دي مصيبه تانية. انا اذكر في الستينات اول ما دخلت تلفزيونات مصر فكنا بندفع جنيه رخصه على الارسال وما كانش حد بيفكر هو يعني انا لو ما دفعتش الجنيه الرخصه على الارسال ده هيقطعوا عني الارسال من الاريال، ما كانش حد بيفكر، وما كانش في حاجه اسمها رخصه للتلفزيون. بس انت كنت بتروح طواعيه لانك راجل ملتزم بالنظام وبالقانون، تروح يوم 1 يناير تدفع الجنيه رخصه الارسال الى ان تم الغائها. تمام. اخد بالك في بورسعيد كنت بشوف قبل النكسه العجل ماشي في بورسعيد معلق نمر، العجل مش الموتوسيكلات. احنا النهارده بنتكلم على مركبات منتهت الرخص، ترخيص منتهي او مش معلق نمر، دي قصص مصايب لازم